الأشخاص في وضعية إعاقة وأساسا النساء منهم تتعرضوا لواحد مجموعة ديال الأشكال العنف، وهذه الأشكال ديال العنف اللي مازال ما بديناش نتعاملوا معها بشكل المطلوب وبشكل اللي غادي يحاربها وبشكل اللي غادي يحمي سواء المرأة في وضعية إعاقة ولا الفتاة ولا الطفل ولا غير ذلك في وضعية إعاقة. من بين الأشكال العنف تتعرض لهم هاد الأفراد ولا المجموعة من المجتمع كاين الإهمال، كاين الإجبار على العزلة، كاين الإجبار على أخذ الدواء ما موصوفش طبيا، كاين الضرب، كاين التنمر، كاين الاغتصاب، كاين التحرش. هذه كلها مجموعة من الأشكال ديال العنف اللي تتعرضوا لها واللي تتمارس عليهم وتتمارس يعني وتتم السكوت عليها وما تيتمش الجهر بها. حنا اليوم في الجمعية بغينا نوصلوا الأولا الأمهات اللي هما متكفلات بالطفلات والفتيات في وضعيات إعاقة وحتى الأطفال في وضعيات إعاقة اللي كيدرسوا في المركز ديال الجمعية، على أنه جزء من حماية أطفالهم من العنف هي مسؤوليتهم. خصنا نتعاونوا كاملين، الجمعية في إطار التكوين والتأطير، والأمهات والآباء والأولياء الأمور في إطار المواكبة والتكوين والتحسيس والمراقبة، وأنهم يدركوا على أن كل هاد أشكال العنف هي أشكال مجرمة قانونيا والقانون تيعاقب عليها. ما خش الأم ولا ولي الأمر ولا الأب ديال أي شخص في وضعية إعاقة أنه يسكت على مثل هذه الأشكال العنف اللي ممكن تعرض لها الشخص في وضعية إعاقة. إذا كان هذا الشخص في وضعية إعاقة عنده واحد العجز معين على أنه يعبر أو لا يوصل الشكوى دياله ولا يوصل الضرر اللي لحق به، حنا كأفراد أسرته كأولياء الأمر دياله كمجتمع ما يمكن ليناش نسكتوا نهائيا على انواع العنف المسلطه على هذه الفئه. محمد قليوين رئيس مقاطعة الفداء، اليوم كنحضروا مع جمعيه المتخصصين في الاعاقه بهذه المؤسسه القضيه. اكيد هو لقاء متميز جدا بحضور مجموعه من الفعاليات الجمعويه والمدنيه والاعلاميه، الاخ محترم الاخت الصحفيه رحاب. كان لقاء متميز جدا، الاساسي اننا نتكلموا على المراه في وضعيه صعبه والعنف المسلط عليها. اكيد كاين مجموعه من الظروف اللي كتخلي على ان هذه المراه او الفتاه في وضعية إعاقة تمارس عليها أشكال العنف سواء اللفظي أو المعنوي أو تعرض للتحرش أو للاغتصاب، وهو هذا من طبوهات مسكوت عنه. أكيد اليوم هذا اللقاء هو الفرصة نداء صوت ضمير حي لنقول لا للعنف ضد المرأة، وخاصة المرأة والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة. وأكيد هذا مستقبل للترافع من أجل وطن خالي من كل ما من شأنه أن يعنف المرأة بشكل عام والمرأة والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة. أمينة الشكري رئيسة المنتدى المغربي لمناصرة نساء ذوات إعاقة وعضوة في جمعية دعم برنامج التعيين المجتمعي، وفي التسيير ديال المركز ديال الأطفال في وضعية إعاقة كنديروا الترويض بالمجان، وعندنا حتى تمدرس وتكوين أطفال تثلث الصبغي والإعاقة الذهنية الخفيفة. بالنسبة للموضوع اللي تطرقوا ليه وهذا هو اللي أثرني كثيرا، لأن ماشي بزاف اللي كيهضر على التحرش بالنساء ذوات إعاقة، وكاين بالأخص النساء ما يكونش عندهم حظ أنهم يكملوا قراية ديالهم وما عندهمش حظ أنهم يعيشوا حياتهم كنساء عاديات، وكاين يعني ما عندهمش الحظ في جميع حياتهم، ما كاينش وما كيلقاوش المساعده وما كيلقاوش الطريق مفتوحه لهم باش يقراو باش يتعلموا باش هما الحاجه الصعيبه يديروها، ولكن في حياتهم الشخصيه ما كيلقاوش. بالنسبه للترونسبور حيت الجمعيه اللي خصت فهمتيني الجمعيه هي تدي الطلب راه ياخذوا ترونسبور من المبادره كما درنا حنا. نور الدين البازات فاعل جمعوي وكاتب عام ديال جمعية المتخصصين في التربية والإعاقة. اليوم حاولنا ننظموا واحد الندوة حول العنف ضد النساء في وضعية إعاقة، وحاولنا نهتموا بهذه الفئة سورتو هذه الفئة اللي في وضعية إعاقة لأنها مضرة من هذا العنف هذا، وسورتو ما كتقدرش تهضر عليه. دونك حنا قررنا أننا نهضروا عليه ونحاول نديروه اون غولييف ونحطوه اون اكزارك باش المجتمع يعرف وسورتو الاولياء الامور يعرفوا
ثقافتنا تبدل حول المرأة وذاك العنف ضد المرأة ما يبقاش. اليوم نحن بصدد يوم دراسي حول النساء في وضعية إعاقة والعنف المسلط عليهن، وهذا الموضوع في الحقيقة يكتسي الأهمية ديالو راهنة لعدة أسباب. أولا السياق ديال المغرب اليوم اللي كينخرط منخرط في المنظومة الدولية ومنخرط في مجموعة من المواثيق الدولية ومن ضمنها العهدين الدوليين حول الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية ديال القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واللي كتشمل النساء في جميع الوضعيات، وكذلك الاتفاقية الدولية حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاق كما قلت اتفاقية الأشخاص في وضعية إعاقة واللي كتكرس اللي كتعتبر بمثابة مجلة ولا مدونة لحقوق النساء ولحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. إذن هنا تناولنا في هذا اللقاء شنو هو أنواع العنف التي تمارس على هذه الفئات وفضاءات هذا، يعني يمكن تكلمنا على يعني الفضاء العام أن العنف هو قد يكون مصدر دياله هو الأسري، وقد يكون مصدر دياله هو الفضاء العام سواء الشارع العام أو المجال المهني، وكذلك الفضاء كما قلت الأسري. ثم العنف ضد الذات، العنف ضد الذات هو عندما يتملك ويستبطن الشخص المرأة في وضعية إعاقة، يعني تستبطن أن إعاقتها هي سبب مشاكلها، هي تتمثل نفسها بشكل دوني وتتمثل جسدها بشكل دوني، وهذا أخطر شيء. وبالتالي يعني هناك عدة اقتراحات قدمت في هذا الصدد، منها ضرورة تحسيس بأهمية الموضوع، ضرورة العمل من أجل النهوض بأوضاع هذه النساء في وضعية إعاقة، ورفع يعني العنف المسلط عليهن المزدوج بكونهن نساء ولكونهن يعني يعانون من أوضاع وضعيات إعاقة، تحسيس السلطات العمومية وتحسيس مختلف الفاعلين بأهمية يعني إدماج هذه الفئة ودمجها في سواء على مستوى التعليم أو على مستوى العمل أو على مستوى الشغل كطاقة، وليس النظر إليها كعالة على المجتمع. وطبيعة الحال الاهتمام بالشخص في وضعية إعاقة يقتضي الاهتمام بأسرته التي هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية والكبرى في 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 مساري يعني تتبعه ومرافقة هذا الشخص أو هذه الفتاة أو هذه المرأة. ويعني العمل تنظن بأن العمل المدني والعمل الجمعوي هو عمل مهم، لأنه هدفه هو إثارة الانتباه وإثارة الوضعية التي تعيشها النساء في وضعية إعاقة، خاصة مع كوفيد والمرحلة التي عشناها، مرحلة الحجر الصحي وما عرفته من عنف أسري وما عرفته من إشكالات، ولكن كذلك من أجل استجابة لالتزامات المغرب والمساهمة في إنجازها وإنجاحها، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الإنسانية للمرأة ونبذ كل أشكال التمييز والنهوض بأوضاع النساء بشكل عام وبأوضاع النساء في وضعية إعاقة كجزء من مكونات شعبنا وكالجزء له الحق في الوجود. وفكرة أساسية ومهمة خرج بها اللقاء هو أنه النساء في وضعية إعاقة هم ليسوا أقل من الآخرين، بل هم يعني ينتمون إلى الجنس البشري ويشكلون جزءا من التنوع البشري الذي يعرف الأسود والأبيض والأصفر والطويل والقصير الآخري. فالأشخاص وضعية إعاقة جزء من الطبيعة البشرية وجزء من هذا التنوع البشري، ويجب احترام كرامتهن كجزء من كرامة البشرية جمعاء.